بقت الناس بتشوف افلام سينما المحطات المتخصصه في السينما بقت كتير جدا عربي واجنبي، فالعين اتعودت على الشياكه بتاعت السينما. لو انت هتيجي تقدم بطل سينما باللوك بتاع تصوير المسلسلات مش هيحصل اللينك ده، لان هم اتعودوا يشوفوه بشكل معين بصوره معينه بامكانيات معينه، لو مش متوفره لهم في الفيديو هي مش هينجح. فكان بتعمل نفس التكنيك المشابه ليه في افلامه تطبقه لهم في الفيديو عشان يحس ان ايه الشياكه موجوده والابهار موجود والصوره الحلوه موجوده كل حاجه متوفره له. ده باكج يا اما تاخده يا اما ترفضه. انا جاي سينما، جاي من السينما، انا بقى لي فتره كبيره جدا ما عملتش فيديو. الفتره دي كلها انا شغال سينما. دخول السينمائيين على الفيديو هو اللي عمل الطفره دي بصراحه، انهم نقلوا تكنيك السينما للفيديو، فشفت الصوره الاحلى، شفت حكايه ان في شغل مع الممثلين اكتر. الممثل في السينما بيجي على الفيديو مش متعود يجي بيقول اللي بقينه ويمشي، يعني رايح يمثل بمزاج، عارف انه ياخد الشوت ده ممكن في اخر النهار اقول له تعالى ناخد الشوت اتنين، فلازم هو داخل يبقى مركز جدا، يعني عارف عشان يبقى ياخد نفس المود نفس الحاله. فده اللي هو بقى خلى الحسيه ان انت تحس ان انا بشوف فيلم. ومش عندنا احنا بس، انا في اعمال كتير جدا اتفرجت عليها، في ناس عامله كتير جدا مجهود، ومستوى الصوره ما بقاش مسلسلين حلوين، لا بقى في سته حلوين، يعني لا في طفره بالظبط، والا ما حدش هيتفرج عليه.